الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. يا أبو ياسين بسم الله تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيد كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى mm-hmm.
مشاهدينا كنرحب بكم مجددا وللمرة الثانية في منزل القارئ مصطفى بن دحمان، وهذه المرة رفقة ما شاء الله طلبة يعني الغرض ديالهم حمل كتاب الله يتعلموا قواعد التجويد. مصطفى تعرفنا قبل على التلاميذ اللي حضروا اليوم تبارك الله في هذه الليلة المباركة، ما شاء الله بزي تقليدي أصوات رائعة وإن شاء الله ما يهزوا المشعل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والحمد لله يعني بدأنا في تعليم القرآن الكريم للأطفال الصغار كما تلقيتيه من عند أساتذة اليوم كتلقنو. لا كيف تلقينا من عند الأساتذة ديالنا والشيوخ ديالنا، يعني نكونوا الفخر الأساتذة ديالنا و يعني الخلف ديالهم إن شاء الله بإذن الله. نتعرفوا على الطلبة كيف نشوفوا هذا هو البرنامج اللي كندير معاهم، يعني في الأول كندير معاهم قراءة تلقينية، ومن بعد كيقرا كل شخص وكنصحح معاه القواعد. معنا الإلياس تبارك الله 12 سنة، ياك 12 سنة. السلام عليكم إلياس. عليكم السلام. لاباس مبروكة. الله يبارك فيك. تبارك الله، أنت واحد من الوليدات ما شاء الله، ماشي سهلة وماشي هادشي كلشي يعني كيتعطى التمارين الخاصة جدا. عارف هاد المسألة كيقولوها لك، بديتي حفظ القرآن، بديتي قواعد التجويد، إمتى بديتي؟ حسب شهر سبتمبر. سبتمبر دابا عام تقريبا. وغادي مزيان؟ شكون كيجيبك؟ شكون كيفيقك بكري؟ شكون كيجيبك عند الأستاذ مصطفى؟ ياك الله يخليها ليك، وتحية ليها من منبر شوف تي في، الله يخليه ليك. عجبك الحال ياك؟ عارف بلي أن حفظ القرآن وقواعد التجويد يعني أن كيفتح العقل، كيخليك عاود تقرا نفسك متميز، هادشي كيقولوا عارفو؟ دار لي وصل ولقيتيه بصح؟ كيصاوب في اللغات والتربية بزاف. تبارك الله عليك، بديتي كتحفظ ما تيسر من ديك الحكيم؟ ياك؟ الحزب الأول ديال سورة البقرة 84. ما شاء الله تبارك الله عليك ولدي، وبغيتي إن شاء الله تمشي في الحفظ تدير السلكة ديالك. بغيتي تمشي في الحفظ تكمل القرآن. ياك؟ إن شاء الله. إذا غتبقى شاد بيد الأستاذ. إن شاء الله. وقواعد التجويد، شك تبارك الله قريتي زوين. شكرا. ما كتبين ان شاء الله كتجيو مني سليمه وحده الحشمه ياك والواشر، وجيتينا بجبادور هكا تبارك الله زعما العفو ولدي. ونتقلوا للطفل الثاني ياسين. ياسين السلام عليكم ياسين. اذا انت اللي بديتي ياك، انت اللي فتحتي لينا اللقاء، تفضل ياسين. عبد الكامل 16 سنة. مستوى الدراسي ديالك؟ سن كيس. صوتي باسكت. دابا تبارك الله راه جايبك تاهي الأم، تحية للأم ديال ياسين كذلك، لجميع الأمهات اللي تبارك الله كيشدوا تما. بديتي الحفظ ياك؟ عنسي؟ بدينا الحفظ دابا ماشي بزاف، ولكن غادي في الحفظ الأول ونكمل الحفظ الأول وغادي إن شاء الله. الحفظ ديالك؟ نكمل الحفظ إن شاء الله. شنو ضعف القرآن؟ منين قربتي لكتاب الله سبحانه وتعالى وخصتي فيه وكتنوض في الصباح وتقرا وكتجتهد وكتقول يوما انا وصاحبي ديما حبش، شنو ضعف لك القرآن؟ كيساعدك في الدراسة ديالك والأخلاق و... يا برافو عليك ياك، يعني كتحس بواحد التغيير منين قربتي لكتاب الله سبحانه وتعالى. شنو اللي تغير فيك مثلا؟ عطينا شي مثال باش تكونوا قدوة للأطفال اللي كيسمعوا لينا دابا. كنت تغيب ايوا. شنو ضعف؟ من ديبات شوية تعلم قواعد التجويد، ولكن كنكتبو شوية ما كنقراوش. ما ضروريش ما نقطع ماشي في الأول شنو قلنا كنقراو؟ والصلاة، ضبطي الصلاة ديالك. تبارك الله عليك أنتي، صوتك غزال. شكرا. كيقولوها لك؟ لا شكون كيقولها؟
لا ما شاء الله يا سيدي يعني غادي مزيان ولا حتى الصوت ديالو يعني تبارك الله عنده موهبه ديال الصوت الماده الخام يعني الماده الخام عنده وتبارك الله يعني كاين امكانيه انه يتعلم المقامات الصوتيه ويمشي بعيد ان شاء الله وتبارك الله راه ميضرب هاد المسافه وجا الا وكاينه واحد الرغبه كبيره ياسين تبارك الله الاطفال كاملين عندهم رغبه في تعلم تجويد القران الكريم وهذا هو الاساس يعني الا ما كانتش الرغبه ديال التعلم راه ما كاين والو حيت خاص الرغبه تجي من عند الطفل الا كانوا مبزين عليه والديه راه ما كاين والو الوالدين كيساعدو كينوضو كيجديوهم ويجيبوهم ولكن في واحد الرغبه كبيره عند الطفل نعم يعني ديك البديله تجي من عند الطفل ياك البديله جات من عندكم الوليدات دير بيا ها ولا ديروا بيا ياك كلكم بغيتوا تعلموا القران تبارك الله عليكم بالفضل كامل على السيد مصطفى والسيده فاطمه ما شاء الله تبارك الله يعني جميع سلامي ديال القران بما فيهم نتوما كيكون واحد الاحترام واحد التقدير كبير 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 للشيخ اللي تتلمذوا على يديه نعم طبيعه الحال لانهم هما اللي طبيعه الحال يعني الشيخ كيبقى يعني المقام ديالو عالي لانه هو اللي كيسهر عليك وكي يعني كيحفزك يعني هو اللي كيشجعك على تعلم التجويد صراحه لاحظتها اي حامل كتاب الله ولا الا هو كيتكلم بلسان الشيخ يعني الاسم ديال الشيخ ديالو ما كيتحيدش من لسانه ضروري لانه كيف ما قلت لك كيبقى المقام ديالو عالي عندك وكي قم للمعلم وفي كاد المعلم ان يكون رسولا وندوزو للطفل التالي تعرفنا براسو المستوى الدراسي وشنو ضاف له القران في حياته هكا تبدا انا عطيتك بزاف دابا ثلاث اسئله السلام عليكم تحيه كذلك للام ديالو اسم ديالي عمران كامل وعندي 12 سنه وكنقرا في اولى اعدادي تبارك الله بديتي حب القران اه تقريبا بديت انا وياه السنين يعني نتوما صحاب ولادكم وحدايا اه تبارك الله ولاد العائله برافو عليكم بديتي حفظ القران بديتي قواعد التجويد نعم واخا بلا سولتك شنو ضعف لك القران؟ ضعف انا بزاف انا بغيت نقول شي حاجه راه ما بحر اي حاجه زوينه كيضيفها لينا ياك اه شنو غير؟ الاخلاق والانضباط ياك تبارك الله كتكون عندك ديما واحد الرغبه فاش تفهم الهضره خصك تقرا ماشي الصح ولا ما قريتيش بحال كتحس بشي ناقص شي حاجه ناقصه وصلتي لهذا المستوى انك لما زيتي كتاب الله بحال شي حاجه ناقصه عندك بحال ما صليتيش بحال شي حاجه ناقصه اه كتحس فيها كتحس راسك كامل كامل واخاك ياك تقدر توصل دابا والحمد لله بغيتي تكون محمله الكتاب ان شاء الله ياك ان شاء الله ومهنيه شنو باغي تكون في الخدمه المهم نقول استاذ ديال التربيه الاسلاميه انا دابا تفضل دابا تقريبا ملي كنكون داخل عند الاستاذ كنلقى راسي فاهم كثر منه وكيفاهم الترسمي ياك تبارك الله عليك برافو عليك وهذه راه ميزه تبارك الله يعني كتلقى راسك متمكن وهذا الشيء بفضله بفضل اش بفضل الاساسيين ديالي استاذ فاطمة ايوا الحمد لله الشيش اش كدير فينا القران واخا شنو باغي تكون باش نكون انا منصفه في الاسئله الحمد لله مهنيا شنو في الخدمه ديالك؟ انت اسره تبع وسعداتنا تبارك الله عزيزي التربيه الاسلاميه يس طبيب ما شاء الله الله يوفقكم جميعا ان شاء الله دكتور عزيزي التربيه الاسلاميه شي تبارك الله مهندس الاستاذ مهندس الحمد لله الاطفال الله يوفقهم جميعا امين اللهم امين والحمد لله القران الكريم يعني كيسر المسيره الدراسيه بفضل القران الكريم يعني تمكننا من يعني اننا نتفوقوا في الدراسه ديالنا الحمد لله وحنا بدورنا كنشجعوا الامهات كنشجعوا الاباء انهم هما بدورهم يشجعوا وليداتهم باش يتقربوا يتصاحبوا مع كتاب الله سبحانه وتعالى ما فيها باس يمشيوا للمسيد يتلاقوا مع الشيوخ مع الاساتذه اللي تلقنوا على يديهم قواعد التجويد واللي يحفظوا كذلك على يديهم لان ضروري كنقولوا دين ودنيا نعم لان كيف ما قلت لك يعني الوالدين هما حتى هما خاصهم يحفزوا يعني
يعني الطفل ديالهم ويديه الكتاتيب القرآنية باش يحفظ القرآن ولا يمشيو المجلس العلمية يعني يسولوا ولا يعني يعني شدوا بيديهم كيف كنشوفوهم الأمهات معانا الله يلا الله يجازيهم بخير راه حتى هما راه عندهم الشغال حتى هما راه عندهم كيوجدوا الطبلات هما راه كاين اللي خدامة وتجيو تشقاو في نفس الوقت كتشد بيد ولدها وكدي عند المعلم وكتخليه يحفظ القرآن. وأنا عجبني الحال أنني اليوم كاينة معاكم في هذه الليلة المباركة عطينا فوائد هذه الليلة المباركة. الحمد لله يعني ليلة القدر هي التي أنزل فيها القرآن لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر والملائكة تكتب يعني للعباد في هذه الليلة يعني في السنة ديال ليلة القدر والسنة التالية. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا وأن يرزقنا الإخلاص وفضل عظيم. الحمد لله الله يتقبل لنا واخا وفي نفس الوقت يعني قواعد الجويد والحفظ الحفظ يعني كتعلموا الإنشاد والمديح. نعم طبيعة الحال لأن المقامات الصوتية ضروري من الأمداح لأن مثلا ملي كتبغي تتعلم شي مقام في القرآن الكريم كتعطيني المفتاح ديالو من الأمداح. أنا أعطيك مثال مثلا مقام البياتي لا إله إلا الله لا إله إلا تبارك الله واصوات رائعه وما صغيت في المديح ما لقيت انكم تستمروا وما كرهناش تسمعوا على شي حاجه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Mm-hmm.